ما كان عند الناس تلفزيونات. هاي الأيام عن جد كتير منحن لها، ما كان في شاشات ذكية، ما كان في موبايلات، ما كان في آيبادات، ولا كان في سوشيال ميديا، ولا كان في قصص يعطوها هلأ لأولادهم مثل ما نحن عم نعمل، نقلب على هالموبايلات يتسلوا فيها مثل هاي الأيام يلي عم نمرق فيها هلأ. بهداك الوقت عن جد كانت خياراتهم أقل، ولكن طبعاً كانت هذيك الأيام أدفى وأقرب للقلب، ومنها الكراكوزاتية أو خيال الطفل يلي اشتهرت فيها شامنا أو شامت الدنيا دمشق، وموجودة ليومنا هاد. تتذكر هذيك الأيام قدي كانت مهمة؟ أي بس أنا ما كان على زماننا يمكن كراكوزاتي ينتشر بالحواري، ولكن آبائنا يشرحوا لنا يقولوا لنا هذا كراكوز وعواز أو مسرح خيال الظل، أو هاي الشخصيات اللي منحركها بالخيوط نحنا من خلف ستارة وتسليط ضوء عليها، وكتار منا بيهرب من العصرنة أو العصرية اللي هو عايشة وبيروح للماضي بحنله. بالشام في شيخ كار خيالي الظل أو اللي بيشتغلوا بخيال الظل هو شادي حلاق، وحاليا عم يعلم ابنه جواد ليصير أصغر كراكوزاتي بسوريا. لانا أبو بكر زارت هالعيلة الصغيرة الجميلة ورجعت بهالتقرير. أخذت لحالي، بس أخذت بعد ممارسة مع أبي، اشتغلت مع منه حكواتي. في 2007 سافر هو وقتها على الدوحة، لما رجع سأل الرواد، طبعاً في رواد بسمعوا القصة يعني، قالوا شلون لقيته؟ قالوا له بدايته أحسن من بدايتك. قالوا له كان هو في مين عم يسمع وقاعد مع منه، أنا وقت بلشت ما كان في حكواتي. حاولت تقريبا حوالي شيء 8500 كتاب مخطوطة. صرت بدي اتعلم كيف صنع الجلد، فعم بتعلم الجلد وعم بتعلم كيف بدي فك الرموز، فاللغة يعني فيها أحرف زيادة، فبدك تتعلميها لحتى تقدر تفك القصص تبعها. الجلد مو مكتوب كيف يصنع، فأنا بدي طالع جلد شفاف يمرق من الضوء، بنفس الوقت بدي لون يمرق الألوان منه بس من دون ما يعتن. قدم حكواتي الوالد، قال لهم هلا احنا نقدم لكم هيك فقرة صغيرة لمدة 5 دقائق، يا أما بتقولوا له برافو يا بتقولوا له نطلع لبرا. بيحكوا قصة إنه إجا على العصر الجديد، كان نايم وإجا على العصر الجديد، عواظ عم يوضح له وكذا، بالأخير بيتخانقوا مع بعضهم، بيقول لهم المهنة هي بيدخل فيها موسيقى، بيدخل فيها تصنيع يدوي، بيدخل فيها جلد، تجفيف النباتات لحتى تصير لأنه هي ألوان نباتية مشان ما تعتم، بيدخل فيها الأفكار، انفصام بالشخصية، فيها عدة شغلات، بيدخل فيها شغل الخشب لتصنيع المسرح للعصي تبعه. لما تصنعي القطعة أنت بتكون عم تخيلي شخصيتها شلون بتفكر شلون بتحكي شو بتعمل، فأنت بتعيشي معها للشخصية، بتكوني لها من خلال تصنيعها بتكوني فكرة كاملة عنها، فلما بتطلع على المسرح بتقدم. فجأة جلست الأول على مستوى العالم تحريك وترميم وأداء وتصنيع بوقتها. هلا المخايل هو اللي بيصنع الجلد، بيصنع الألوان، بيصنع القطعة، بيعطيها سيكولوجية فنون أدائها، كيف هي بتلفز الأحرف، كيف بتتحرك، كيف أدائها، شو مواصفاتها. قالوا له المخايل أحد الشعراء، قال له والله لأهجونك، قال له والله إن هجوتني لأخرجت أمك في الخيال. فإذا طلع أمه وقال له إنه هي أمه لفلان، كل العالم تقتنع إنه هي أمه لفلان. أنا لما كنت شوف بابا لما كنت صغير كان عمري 5 سنين، حبيت أتعلم هاي المهنة، فسألته لبابا قلت له شو يعني كركوز عواز؟ قام قال لي معناها، قال لي كيف بتصنعوا، قال لي كيف أول شيء بتصنعوا، قال لي من جلد البقر له طريقة لساوى، علمني كيف ساوي، كيف أصنع ألوان نباتية ولونها فيها،
عطاني القطع وقال لي قدم لي شو. لا انت عم تقول عني.